أنا لاجئ سوري، أنا من سوريا، لاجئ هون في اليونان بمحافظة أثينا في العاصمة. ممنوع أنا من الشغل هون، ما في سكن عندي، أنا قاصر عمري 16 سنة، ممنوع من الشغل هون. المنظمات ما في إنه تعطي سكن، وما بعرف إيش سكن، ما في راتب، ما في أكل، ما في معيشة، ما في لبس، ما في شي خالص يعني. كنا قاعدين بالميناء قبل، وبعدين طلعنا وما ظل إلا الشارع، ظلينا نايمين بالشارع فترة. وبعدين حتى رحنا على كامب ليونس وما استقبلنا، ورحنا على غيره وما استقبلنا. أنا أول مرة صارت معي الشغلة هاي، الحادثة هاي، تلاقيت مع شخص كان قاعد بأمونيا، كنا قاعدين بأمونيا أنا وشاب من صاحبي، لما كنا ساكنين بأوتيل بأونيرا، أوتيل بأمونيا، كان ما في عندنا أكل، كنا قاعدين بالليل بأمونيا، ما في عندنا أكل، ما قدرانين ننام من الجوع بصراحة. قام لما حكينا قام يجينا بقلب طيب، قلب طيب، شلون يحكي معانا؟ ايش لازمكم مساعدة؟ يعني بالفعل حسيته انسان طيب، حسيت انسان قلبه طيب. راح جاب لنا عشاء وكلنا وشربنا وتعشينا، وكل شيء من احسن ما يكون. وحبينا القعدة معه، يعني بصراحة ولا الكذب، حبينا القعدة معه. شلون يحكي لك وشلون الأمور والوضع وما أعرف إيش، وإنه هو حزنان على وضع اللاجئين، وهو ما أعرف إيش، إنه هو يساعد، هو زلمة يخاف الله، وهو زلمة ما أعرف إيش. قام بعدين ثاني يوم تلاقينا أنا وياه زاد بأموني، قعدنا وحكينا، فطلب مني إنه أطلع معه على أوتيل، طلب مني إنه نطلع على الأوتيل. قال لي إنه هو صار له سنين بهالبلاد هاي، وأخذ عادة، إنه تعود على شغلة صارت عنده عادة ما يقدر يستغني عنها. قلت له إيه، شو هي هالعادة؟ قال إنه أمارس الجنس مع الشباب. قال لي إنه نطلع أنا وياك على الأوتيل شغلة ربع ساعة. وقام يقنعني وتاخذ مصاري واللي بدك اياه بعطيك اياه، واللي بدك اياه بجيب لك اياه، واللي بدك اياه ما اعرف ايش. ما ظل عندي حل، يعني ما ظل عندي حل، قمت طلعت معه. ندمت، كرهت حالي. بعدين فكرت بيها، قلت انه شلون انا اسوي هالشي عشان مصاري، يعني ما اول شي لما اخذت القرار انه ما كان عندي غيره، كنت جوعان، ما في عندي اكل نهائي، جوعان، لا دخان عندي، لا اكل عندي، ولا قدران انه اجيب اكل بغير طريقة، يعني من الجوع، صار معي شي من الجوع. طلعنا من الاوتيل ونحن طالعين، حط بجيبي 20 يورو. ثم بعدين طلب مني انه نعيد هالشي. الشغلة ماشية في فيكتوريا، كمان في شياب كتار هناك بتشتغل نفس الشغلة، وبيومونيا كمان في ناس كتار شياب كبار بالعمر بيشتغلوا نفس الشغلة، على انه بيحكوا معك انه بتطلع معهم على الهوتيل، اذا بدك تطلع معه على بيته وبتنام معه الصبحيات بيعطيك 25 يورو 30 يورو حسب الشايب، وإذا بدك بتطلع معه بس إنه نص ساعة ربع ساعة على اللي عنده على الأوتيل أو على البيت، بياخذ غرفة بالأوتيل أو بتطلع عليه على البيت بيعطيك 15 يورو أو 10 يورو.
يعطيك المصاري وهاي في سبيل انه يساوي اللي بده.